نحن تلاميذ للأستاذ إحسان الصالحي للأستاذ قاسم الصالحي الذي هو على المنصة جالسا، لأنه هو الرجل والشخص الذي نقل الأفكار وكذلك رسائل النور وكذلك الأعمال للأستاذ النورسي للغة العربية. فنحن طلاب اللغة العربية وأساتذة اللغة العربية نحن نشكر له ونقدم إليه الشكر الجزيل لهذه الأعمال البارزة. فمقالتي طويلة ولكن إن شاء الله أقرأ بالإعجاز من هنا وهناك. إن رسائل النور من أهم أعمال الأستاذ وحيد السماع سيد مرسي العلمية وثقافته الرصينة، وهذه الرسائل قد تنوعت موضوعاتها وتختلف أصولها ومسالكها من كتاب دقيق للإسلام. وإن رسائل النور تفسير للقرآن، مع أنها لا تشبه التفاسير المتداولة، لأن التفاسير المعروفة تبين وتوضح معاني عبارات القرآن الكريم وجمله وكلماته، ولكن رسائل النور هي تفسير معاني القرآن الكريم. عندما بدأ الأستاذ سيد مرسي كتابة رسائل النور، فما كان عنده أي مصدر سوى القرآن الكريم، فكان يستلهم من الآية الكريمة معانيها ويعيش حالات قلبية وروحية خالصة في أجوائها، حيث يقول: فالقرآن هو أسمى مرشد وأحدث أستاذ على الإطلاق، ومنذ ذلك اليوم أقبلت على القرآن الكريم واعتصمت به واستمدت منه. فاستعدادي الناقص قاصر من أن يكتشف حق الاكتشاف، فإذا ذلك المرشد الحقيقي الذي هو كالنفس السمين البارز على الحياة. ولكن بفضل ذلك الفيض نفسه يمكننا أن نبين ذلك الفيض وذلك السلسبيل لأهل القلوب وأصحاب الأحوال. فالكلمات والأخبار المستفدة من القرآن الكريم في رسائل النور إذن ليست مسائل علمية عقلية وحدها، بل أيضا مسائل قلبية وروحية وأحوال إيمانية، فهي بمثابة الرموز إلهية نفسية ومعارف ربانية سامية. كان الأستاذ المرسي يعتبر الرسالة هبة ربانية وإنعاما إلهيا وإحسانا وفضلا منه. من الملامح البارزة لشخصية الأستاذ وحيد السماع سيد مرسي رحمه الله فكره العميق المستزد وجمعه بين الأصالة والمعاصرة، ومنهجه في الفكر والدعوة، ومنهج الاعتدال والوسطية، وخدماته العظيمة المتنوعة، ومواقفه الحازمة تجاه القضايا والمشاكل. ومن أهم ميزاته أنه كان يحمل قلبا واعيا وبصيرة نيرة ناضجة وفراسة إيمانية وفكرة مبطلة. كان له الحظ الأوفر من المعرفة والإحسان والسلوك وصدق العزيمة وإخلاص العمل وروح الحسن، وهي الميزة الممتازة التي جعلته مقبولا لدى سائر الناس. كان الأستاذ المرسي دائما التفكير في وسائل الاعتبار بعقيدة الجيل الجديد وإيمانه وترسيخ أهميته وضرورة الأركان المذكورة. كان القرآن الكريم هو شعره الشاعر طوال حياته، فلم يعيش إلا في ظل القرآن، ولم يتنفس إلا في أجوائه، ولم يفكر إلا في أطرافه. إن القرآن الكريم كان هو وحده الأستاذ والمرشد للشيخ بديع السماع سيد مرسي، فلم يراجع إلى أي كتاب آخر، ولم يتخذ غيره مصدرا، ولم يسترشد دونه مرشدا. عكف الأستاذ طوال حياته في تدبره وتفكره، ولم يعتمد على أي كتاب سوى القرآن الكريم، فالقرآن هو المصدر الأول لأفكاره. أيها السادة، كما نحن نعلم التفسير هو إيضاح وبيان وإثبات الحقائق الإيمانية للقرآن الكريم، إثبات ومدعما بالحجج الرصينة والبراهين القاطعة. فقصد الأستاذ وديو سماع سيد مرسي أن تكون رسائل النور تفصيلا توضح وتبين معاني القرآن الكريم مباشرة على أساس الدلائل والبراهين، وهي تفصيل معنوي للقرآن الكريم بحيث أظهرت الفلاسفة وعارضتهم، ويعيد هذه التعلمات إلى الأذهان أن رسائل النور تفصيلا
هي الفائدة المباركة المتمحضة من القرآن الكريم بعد أن تحكم الخرافات والأفكار الباطلة والتصورات القاطعة في المجتمع. كل هذا مع إشباع بروح وشفافية في اختيار الكلمات والعبارات وإطلاق للخيال في مجالاته وإشراق للروح العملي وإثارة للبواب التأمل والتفكير. يميز الأستاذ المرسل المقاصد الأساسية من القرآن وعناصره الأصلية أربعة: التوحيد والرسالة والحشر والعدالة. وسبب حصرها في هذه الأربعة هي ما يشغل الإنسان من أسئلة معروفة: من أين؟ إلى أين؟ ما تصنعون؟ ما سلطانكم؟ ثم يقول: والمجيب على هذه الأسئلة الجواب الصحيح ليس إلا القرآن. اهتم الأستاذ المرسي بمسألة التكرار في القرآن الكريم، وأجاب المرسي عن وجود أشياء مكررة بالكثرة في القرآن الكريم مثل البسملة وتكرار الآيات مثل الطبيعية على ربكما تكذبان. وقصة موسى مع أن التكرار ممل وينافي البلاغة، فتبريرا لهذا التكرار يقول الأستاذ أن التكرار مستحسن حسب الضرورة ومقتضيات الزمان والمكان. وكان للأستاذ بدي زمان مرسي منهج واضح في العلم والعمل، استخلصه من خبرته في الحياة وتقبله بين الأفكار المتداولة في عصره، ومن مجاهداته في مواجهة قضايا الحياة وخطوط الزمان، ومن إدمانه على تدبر القرآن الكريم. وهذا المنهج واضح من خلال رسائل النور التي أودع معها خلاصة تجربته في تدبر القرآن الكريم وتنسيج هدية على أحوال الحياة المتجددة. رغم أن رسائل النور تبحث موضوعا أساسيا واحدا وهو الإيمان، بينها لا تبحث عن هذه المسألة العظيمة بأسلوب تقليدي على وتيرة واحدة، بل إن الأسلوب يتغير حسب المواقف والموضوعات. والجدير بالذكر أن رسائل النور قامت بحل مشاكل وقضايا المعاصرة التي تواجهها الأمة الإسلامية في كل بلد من بلدان العالم مع تنوع الأجواء والأوضاع السياسية والاجتماعية. وقال إن الحل الوحيد هو التمسك في القرآن الكريم واتباع الشريعة الإسلامية. فيقول الأستاذ إن رسائل النور قد حلت أكثر من 100 من أسرار الدين والشريعة والقرآن الكريم، وضحتها وكشفتها وألهمت أعدى المعاندين الملحدين وأفحمتهم، وأثبتت كالشمس ما كان يظن بعيدا عن العقل كحقائق المراج النبوي والحشر الجسماني للمعاندين والمتمردين من الفلاسفة والزنادقة، حتى أدخلت بعضهم إلى حظيرة الإيمان. ولا بد أنها حقيقة قرآنية تشغل هذا العصر والمستقبل. وملخص القول أن رسائل النور تفصيل لمعاني القرآن الكريم، وهي تعالج القضايا الأساسية في حياة الفرد والمجتمع، وهي تخلق تصورات إيمانية جديدة وتحث على التفكير والتدبير في الكون والحياة، وتهدم رسائل النور التصورات الفاسدة والسلوك الضعيف وتتحدى الأفكار الباطلة. تدور رسائل النور حول معاني التوحيد وصدق النبوة وعدالة الشريعة بدلائل متنوعة. إن رسائل النور ليست رسائل تدابير لشكل مفاهيم الإسلام فحسب، وإنما هي تفسير قيم للقرآن الكريم، بل هي تفسير يثبت بعدة خصائص مهمة جدا. وهذه هي الصفات التي تحلى بها مؤلف هذه الرسائل الأستاذ بديع زمان سعيد المرسي رحمه الله، ليكون مفسرا للقرآن الكريم، وأن يتولى مهمة الريادة والإنباء في هذا المضمار. فجزاه الله منا أحسن الجزاء